السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الملك محمد السادس نصر الله وأيده نعقد اجتماع التنسيق هذا حرصا على ضمان مرور الشقين الاجتماعي والاقتصادي لشهر رمضان الفضيل في أحسن الظروف من خلال العمل على توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذلك لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك المنتظمة، حيث أنه كنشوفوا مثلا الفرشيش اللي كان عامل بعد شوية فيه المشاكل ديال الثمن اللي عندنا ناقص 30%، كذلك العدس 30%، لابور دو تير الخي ديالها حتى هو يعني هابط بشي 20%. ما يخص الشق ديال الفلاحة وديال الصيد البحري، أكدنا أنه الحمد لله يعني المنتوجات الفلاحية هي موجودة وكاين واحد التوازن بين الطلب والعرض يعني في جميع المواد، حتى المواد اللي هي يعني ما كاينش إنتاج فيها داخل البلاد كاين الاستيراد، وبأنه بصفة عامة يعني الوضع هو جيد ومتميز، وكذلك أنه كانت مناسبة باش نتكلموا على المراقبة ديال الصحية ديال المواد الغذائية اللي لونسا كتقوم بها في إطار يعني تضافر الجهود مع الجهات المعنية واللجان اللي كاينة على صعيد الأقاليم والولايات اللي كيترأسها السادة الولاة والعمال، واللي غادي تكون مراقبة اللي هي صارمة، بأنه لا ليس هناك فين يمكن يكون شي تلاعب ديال لا في الأتمينة ولا في التموين ديال التسويق، وغادي تكون متابعة اللي هي كبيرة. وكذلك أنه كتعرفوا بأنه في أول رمضان كيكون شوية ديال 3 أيام الأولى ربعية شوية ديال الضغط على بعض المنتوجات اللي هي فخي بحال السردين واللي هذا، واللي نتمنوا أنه التسويق وكنطلبوا من المهنيين باش يدخلوا أكثر يعني هاد الحوت الأسواق في الأيام الأولى، على أين من بعد 3 أيام أو 4 أيام 5 أيام يعني الأتمينة كتكون موجودة. ولكن الحمد لله الصيد الحوت موجود، وخاص لي بروفيسيونيل يدخلوه ويوصلوه للمواطنين ويلعبوا الدور ديالهم في هذا الشهر ديال رمضان. فيما يخص القطنيات الحمص والعدس كذلك يعني السوق ممول، ودخلوا الامكانيات اللي كاينه، وكاين كاين هذا بالدليل انه الحمد لله الاثمنه ديال هذه المواد هي نقصت قريبا ب 20% بالنسبه من 20 حتى 29% من السنه الماضيه. اذا السوق ممول احسن من السنه الماضيه فيما يخص القطنيات. نقول للمواطنين المراقبه هي مستمره طوال السنه والمعطيات تعطى دائما، ولكن شهر رمضان بما ان الطلب يتزايد فكذلك المراقبة ستتزايد. أريد أن أقول للمغاربة المواد اللازمة كلها موجودة في السوق، ولكن مع الأسف هناك من يسعى إلى التلاعب بصحة المواطن أو الاحتكار للاغتناء على حساب المواطن. الحكومة والسلطات المحلية كلها معبأة من أجل محاربة كل من يريد أن يتلاعب بصحة المواطن أو أن يحتكر المواد لكي تصعد الأسعار. إذن سيكون هناك رقم 57 57، وسيكون لدينا كذلك رقم في الوزارة، ويقين أن وزارات أخرى مثل الصحة ستكون لها أرقام خاصة كل حسب اختصاصه، ولكن هناك لجان مشتركة على الصعيد الوطني لمحاربة الفساد بكل أنواعه. هناك واحد العمل مهم هذه السنة غنقوم فيه، تواصل مكثف في قنوات ديال الإعلام، تواصل وانتم كذلك مشكورين باش يمكن نقدموا مجموعه ديال الكبسولات، مجموعه ديال النصائح للمواطنين، شكون اللي ما خصوش يصوم، شكون اللي يمكن له يصوم، شنو هي الانشطه الرياضيه اللي مسموح بها، شنو هي كذلك بالنسبه للمراه الحامل، المراه المرضعه، الاقلاع عن التدخين، كذلك بعض الانشطه، بعض الممارسات الغير سليمه في التغذيه.